طلع فيها حشرات. ده الخبر اللي انتشر وقلب السعودية لأنه بيحذر من بامية بصرية موجودة في السوق السعودي. فيا ترى ايه الحقيقة؟ وهيئة الغذاء في السعودية قالت ايه؟ وايه الإجراءات اللي بتتخذها دلوقتي؟ وايه العقوبة المنتظرة للشركة؟ كل ده واكتر هتعرفوه بس لما تتابعوني في الفيديو ده. انا ايه الوليلي، كمل معايا الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. انت متخيل ان في منتج ملايين من المصريين بيستخدموه وكمان بيتصدر برا مصر؟ الهيئة العامة للغذاء حذرت منه واكتشفت كارثة فيه. طيب هو ايه اللي حصل؟ حسب صحيفة سبق السعودية، حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج غذائي اسمه سنابل، وده عبارة عن منتج بامية زيرو مجمدة بيتم انتاجه في مصر. المفاجأة بقى ان الهيئة قالت المنتج ده بيحتوي على اصابات حشرية فيه، وطبعا ده مخالف للائحة الفنية. بس الناس على السوشيال ميديا خدت الكلام بان اكياس البامية فيها حشرات، لكن تحذير هيئة الغذاء ممكن يكون معناه ان البامية مصابة بآفات زراعية. على فكرة دي قالت ان التحذير ده بخصوص البامية بس مش لكل منتجات الشركة، علشان كده حذرت المستهلكين من المنتج وطلبت منهم انهم يتخلصوا منه. وحاليا هي بتتبع اجراءات عدم دخول المنتج للمملكة، وده بالتنسيق مع الشركة المستوردة والجهات المختصة. بس السؤال هنا هو ايه عقوبة الشركة دي بعد ما اكتشفوا الاصابات الموجودة في المنتج بتاعهم؟ حسب موقع فيتو، المادة الاولى من القانون قال انه يعاقب بالحبس مدة ما تقلش عن سنة وغرامة ما تقلش عن 50 ل 200 ألف جنيه، وده ما يعادل قيمة السلعة لاي حد خدع المتعاقد معاه باي طريقة من الطرق، زي نوع البضاعة أو عددها أو وزنها أو مقاسها. كمان ممكن العقوبة توصل ل5 سنين والغرامة تكون من 100 ل 300 ألف جنيه، ده لو الشخص ده خدع المتعاقد معاه من خلال استخدامه مكاييل أو موازين أو دمغات على البضاعة أو آلات فحص مزيفة أو مستندات مزورة. مش بس كده، العقوبة ممكن توصل ل5 سنين و1,000,000 جنيه غرامة، وده لو كانت السلعة المغشوشة دي كانت من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو من النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية والصناعية أو أي حد بيبيع المنتجات دي وتاريخ صلاحيتها انتهى أو كانت فاسدة. بيتعاقب بنفس العقوبة دي برضو أي حد بيبيع عبوات أو أغلفة بتستعمل في غش الأغذية أو أي حد يحرض على ده. وممكن العقوبة توصل ل7 سنين والغرامة توصل ل2,000,000 جنيه، ده لو كانت البضاعة هتضر بصحة الإنسان خصوصاً، ولو كانت البضاعة عبارة عن منتجات غذائية. وعلى فكرة منتج البامية ما كانش أول منتج غير مطابق للمواصفات، وده لأن من شهور انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بيظهر فيه مصنع في بورسعيد تحت دير السلم بيقلد كتير من المنتجات الشهيرة زي النسكافيه والفانيليا والبيكنج باودر ومنتجات تانية لمصانع معروفة. طبعا الحادثة دي قلبت الدنيا لأن المنتجات اللي ملايين الناس بيستخدموها بشكل يومي طلعت عبارة عن بودرة سيراميك، لكن وزارة التموين ما سكتتش وقدرت إنها تقفل المصنع ده وتقضي على كل البضائع الموجودة فيه. ومن بعد الوقعة دي الحكومة شددت الرقابة على كل المحلات والمصانع لضبط أي سلعة مغشوشة. ودلوقتي بقى قولي اشتريت البامية دي ولا لسه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.